ايه راح البيت. ايه اطلعي اطلعي، ما ضل شي على حاله. ما ضل شي من اللي جاب لي المرحوم خليل ابدا. لك شوفي الفوتاية، يا الله شو تخانه انا وقت اللي جابها، ما كانت عاجبتني وهو كان وصل يشتريها، راحت الخلاقه كلها على الفاضي. هي راحت وراح البيت كله كمان وما ضل شي. لك خلص طولي بالك، خلينا ندور بين الغراض، بجوز نلاقي لنا شي شغله ما احترقت. ها شو شوفي هي القلاية، ما صار لها شي. من كل عقلي لك قولي انت بدك تموتيني، هي عم لك البيت كله راح وصار مثل الفحمه، وانت عم تقولي لي شوفي المقلاية مو صاير لها شي. لك يا الله الله يرحمك يا خلي، المسكين حط كل شقة عمره لحتى قدر يشتري لي هالبيت. لك ليش هيك حظي انا يا ربي. يا بس لما انتقلتي لهون جوزك ما كان عايش. مظبوط، بس يعني هو الله يرحمه اشترى لي هذا البيت قبل ما يموت. هي المقلاية ما بدها غير تنظيف وبترجع خليج. هاتي هالمقلاية، ناقصني نظف شحوار ووسخ هلا. ايه نسيت لك انه المرحوم خليل ترك لي دنومين ارض بالضيعه تبعهم، فيني بيعهم هلا وظبط البيت على 24. ايه زيت العيل حواليكي، فكرك قديش رح يطلع حق دنومين الارض هدول؟ يلا دوري معي دوري، بلكي نلاقي لنا شي شغله ما صار لها شي. يلا ما فيني وسخ ايدي بالشحوار، لسه امبارح حملت المينيكير بالبيديكير. استغفر الله العظيم. ولك العمى بعيونها شو وقحة، كيف هيك دحشت حالها بالحديث وخلت المخلوقة تعزمها هي كمان؟ القصة مبينة أشكرة عم تطبقه. لو ضليت 100 سنة ما بحط حالي بهيك موقف، بس هي وحدة وقحة ما بتستحي، ولك ما بتفرق معها، المهم تطبق أي حدا بيطلع بوجه وخلصنا. رح تخنقيني بكفي، يبعتلي حمى وجعتك ولا مو قصدي حبيبتي، بس الوقحة سمت لي بدني كتير. يسلموا أمي. اسمعي لقلك امي، بكره زبطي حالك على 24، وبس يشوفك عمو غسان مستحيل يتطلع فيها، بعدين انت احلى منها بكتير. عادي ما شو عم تحكي انت؟ مين قالك انه انا رايحه لهونيك مشان طبق غسان؟ انا ماني مثل امل لاعمل هيك حركات، هذا اللي كان ناقصني ولا طبق جيراني الجدد. احلى شيء عن جد شايفه انه انا عم بتصرف مثلها؟ طبعا لا ماما ديما، لا تكذبي علي، انا عم بين مثلها معقول؟ صدقيني ماما لا. يا حوينة هالمزهرية الفضة، تعي شوفيها تقولي كأنه حدا عجن عجن. عم تقولي فضة؟ ايه فضة. لك انا كيف نسيت؟ ذهبات بيكون صار فيهم نفس الشي مو؟ الذهب مثل الفضة. دخلوك يا ربي، صرتي بتكون كلها ذهبات هلا، ولي على قامتي كيف ما خطروا على بالي؟ لك اسعاري فواهمي كلهم بيكونوا ذهبوا هلا. يلا يلا دوري هلا دوري بسرعة دوري ان شاء الله لأيام. دوري لك يا ربي وينه؟ مو معقول مو معقول هيك. طلعي فيها ما صار لها شي بنوب، لك حتى الرسمات تبعها مثل ما هن ما صار له شي. ان شاء الله هي، انت ناوية تموتيني مو هيك؟ تركي من ايدك هالصحون والطناجر ودوري لي على الذهبات. يلا دوري بجوز نلاقي شي اسوارة او خاتم. بعدين هي بالذات مو لالي، بدي منو جاية. طيب اذا ما كانت لك شو اللي جابها لهون؟